سعادة الوزير، يعني لو بنركز وبنتكلم عن الشباب تحديدا وأهمية تواجدهم في الانتخابات سواء كمتطوعين أو ناخبين أو حتى مرشحين. أغلب من أبدى رغبته في المشاركة في هذه الانتخابات وأعداد كبيرة هي من فئة الشباب، من الرجال والنساء، وإحنا فعلا يعني متشجعين للنظر في مدى مشاركتهم وفي استحقاقهم الديمقراطي. يعني سعادة الوزير، لو بنتكلم عن المشاركة الانتخابية بشكل عام، شنو هي المؤشرات اللي تثبت أن في إقبال على الانتخابات هذه السنة من المرشحين والناخبين؟ أكبر وأكثر مؤشر واضح هو عدد الناخبين الذين قاموا بالتحقق من وجود أسمائهم في كشوف الناخبين في خلال يومين فقط، إضافة على ذلك عدد المرشحين الذين أبدوا رغبتهم، وأعتقد العدد في الوقت الحالي قد تجاوز أي انتخابات سابقة. سعادة الوزير، بالنسبة حق يعني إقبال المتطوعين منذ فتح لينك التطوع شفنا إقبال جدا كبير، من جهتكم شلون شايفينه؟ احنا نفتخر ان البحرينيين مستعدين ان يتطوعوا في هذا العرس الديمقراطي وهذا الاستحقاق الديمقراطي، وهذا ليس غريب على الشباب البحريني.